النهارده مكرونه بالبشاميل حلوه يا دنيا، حلوه يا دنيا ايوه كده. مع مشاهدينا الكرام. ان شاء الله هنعمل مكرونه بالبشاميل اللي ممكن تكون الاغلبيه كلهم عارفين الطريقه، بس هنقول حاجات الناس كلها بتسال دايما اسئله فيها. انا هسالك اول سؤال، اجي اعمل البشاميل يكلكع الدقيق ما اعرفش اعمله، دي خلينا معنا النهارده هي اللي هتقول. هنظبط الدنيا هو النهارده كده، قدام. قول لنا هتستخدم ايه من الافانتي النهارده اللي عندي قدامنا؟ اربع حاجات، هستخدم اللبن البودره عشان برضو نوري الناس ان مش لازم كل صوص ابيض ان انا استخدم فيه اللبن العادي، ممكن استخدم اللبن البودره معايا النهارده. حلو. وهستخدم الجبنه السبريد اللي هي الناعمه حلو. اللي هي الدايبه، هستخدم سمنه افانتي، وهستخدم الشيدر بتاع افانتي عشان ده اللي يا سلام. هيعمل الجراتيني بتاعي. طب نبتدي في اول خطوه اللي هو السؤال الصعب اللي سالته لك، ازاي بيكلكع معايا الدقيق واحط له اللبن يبقى مش عارف ايه؟ هو في ليه طريقتين بس انا عشان الناس برضو بتصعب عليهم، بتبقى صعبه عليهم. هو المفروض ان انا احط اللبن بارد وانا بشتغل، بس انا النهارده عشان ما يكلكعش مني، انا النهارده هخليهم اللي عنده هاند بلندر في البيت هتبقى اسهل له شويه، او مضرب سريع شويه. طب هنشتغل بقى في كذا حاجه مع بعضينا عشان ايه يلا الوقت. بسم الله. انا كده كده عامل البشاميل على جنب عشان الوقت، وعامل اللحمه المعصجه بتاعتي والمكرونه مسلوقه، دول ايه هنشتغل بيهم واحنا شغالين معمولين وجاهزين. طب خلينا وجاهزين. نحط بعد اذنك استاذ المقادير بقى، محمد طلع تحط لنا انا عشان المقادير. اسهل على الناس وعلى روحي برضو، المقادير انا عندي في المكرونه بالبشاميل لحمه معصجه وبشاميل. اللحمه المعصجه لحمه مفرومه على حسب امكانيه الافراد، النهارده هناكل ما يعادل من 3 ل 4 افراد، حوالي 300 جرام لحمه مفرومه. عندي بصله متقطعه خفيف مفروم، جزر مبشور، صلصه طماطم او عصير طماطم، وعندي الورق اللوري وبهارات وتوم وملح وفلفل اسود. حلو. وطبعا دايما معايا السمنه بتاعتي الجميله سمنه افانتي. وفي البشاميل عندي دقيق، وعندي سمنه افانتي، وعندي كريمه لباني، ولبن البودره زي ما قلنا. الزيت دوت انا عامله عشان ده اللي هفرش بيه مع السمنه برضو، وعندي جوز الطيب، وطبعا الجبنه الشيدر بتاعتي. حاجات بسيطه وهنشتغلها مع بعضيها كلها ايه مره واحده. يلا بينا. هنا هنزل السمنه بتاعتي. احنا بقى ايه هنركز شويه كده، وحضرتك برضو معانا منورانا النهارده. انا استخدمت النهارده في النوع السمنه السبريد اللايت. ليه؟ لان دي اكله تقيله، يعني الناس كلها عارفه ان دي اكله تقيله، فيها زبده وفيها لبن وفيها دقيق وفيها كل المكونات اللي. طب انا النهارده ما انا ممكن ادخل حاجات برضو خفيفة. جبنه عشان اعمل موازنه للناس برضو. صحيح. هنزل بالبصل بتاعي على السريع كده. احنا كده بنعمل ايه؟ اللحمه اللي هنعصرها، وشويه التوم كله كده عشان ما يتحرقش مني. تمام. حوالي فصين توم، اوكي، والجزر بتاعي. كل دي المكونات دي هتشتغل معايا. لو عندي كرفس، عروق الكرفس هتشتغل معايا حلو جدا. هرمي كل ده مع بعضيه. انا برمي عروق الكرفس، يبقى بعد كده استغل العروق واخليهم اقطعهم فلفل اسود للنكهه، وخلي الملح في الاخر. حلو قوي. معلقه تانية. اللحمه المتعصجه دي ولا ايه؟ احنا كده بنعصج اللحمه، حطينا بصل، أيوة. وحطينا توم، وحطينا ورق لوري، وحطينا بهارات وملح وفلفل اسود. الملح لسه في الاخر، وفلفل اسود، والصلصه دي لسه هتشتغل معايا دلوقتي. قلت الملح في الاخر ليه؟ انا عشان تستوي معايا بسرعه، وعشان اتحكم في الملوحه بتاعتي. غالبا احنا بنشتغل الملح بتاعنا لازم يكون قليل، لان انا معايا صوص لسه هيتحط فيه ملح، ومكرونه اصلا مسلوقه بيبقى فيها شويه ملح. فالنهارده لو انا زودت هنا او زودت هنا او زودت هنا ما بقتش خلاص باظت. فالنهارده اكون حريص شويه يا جماعه في اكلتي دي. خليها كده اهو معايا انا اهو، وهجيب دي كده. الحركه اللي انا عايز اعلم الناس فيها في البشاميل ان انا اعمل الرو اللي هو الزبده مع الدقيق لوحده. انا زي انا كده دي قلت لك اني انا دايما بفشل في اني اعملها. حضرتك عشان تظبطي الاداء هنقول مثلا ايه، هو بيقولوا 4 معالق زبده او سمنه قدام 4 معالق دقيق. انا ما بشتغلش كده. تعمل ايه؟ انا بعمل بزود 4 معالق زبده او سمنه 3 معالق دقيق. انا بحبها كريمي. 3 معالق. فهنزل النهارده كده. انا دي هتدوب معايا كده. انا هعد معاك على العدد اشوف انت حطيت 3 معالق. لا 4 معالق، وهنزل 3 معالق دقيق. 1 2 3. تمام. معلقه خشب ولا معلقه اي معلقه مش مهم. انا عشان كنت دي فاكره استخدمت معلقه الخشب انه هي الاساس في عشان ما تجرحش التيفال.
بص حضرتك هنا وكاميراتنا ان شاء الله تجيب الكلام ده. انا النهارده هنا السمنه اكتر من الدقيق، هسيبها الدقيق يستوي معايا. حساها كده. هي الكاميرا جايباها. حلو، عشان تبقى كريمي معايا. اوكي اوكي ماشي ماشي. انا هنا هزود شويه دي. شويه عيني برضو ايه ميزاني، عايزه تبقى سنه، بس انا عايز السمنه او الزبده تبقى أكتر. هي الغالبه ريحتها للسمنه افانتي فعلا ريحتها حلوه قوي. انا كده هسيبها هنا اهو. دي برضو خلي بالكم حضراتكم، انا كده قلت تركه مختلفه شويه. ايه هي التركه الشويه المختلفه؟ إيه ان انا حطيت السمنه اكتر من، هو المفروض اربعه قدام اربعه تمشي معايا، مش هتقول لا. اوكي، وهنا احنا ايه، اذكر برضو حضراتكم والمشاهدين وحضرتك ان حطينا لحمه مع بصل مع ثوم مع ورق مع اللوري مع البهارات والفلفل الاسود. وهنا دلوقتي نقدر نحط شويه الملح الخفاف. طب انا عايز اسالك، ورق اللوري انت بتحطه زي ما هو ولا بتقطعه بتفتته ولا ايه بالظبط؟ لا لا بحطه زي ما هو. الجوانتي اهو، شال الجوانتي الاول عشان مشاهدينا اللي قالوا عشان كورونا طبعا. طبعا، عشان النظافه وعشان كل حاجه شال اول جوانتي. برجع للسؤال، اللوري قطعته صغير ولا عملت ايه؟ لا لا رميته زي ما هو. رميته زي ما هو وبعد كده عشان كده بعد كده اشيله. يس. هنجيب هنا بقى لبن البودره بتاعي. انا هنا اللبن لوحده والرول لوحده. انا لما بعمل اللبن بتاعي لبن بودره. استاذنك بس اخد نفس المعلقة. انا هاخد مثلا اربع معالق كده. اتنين تلاتة. تلاتة واربعة كمان عشان يبقى ايه، وهو بودرة. اصلا هو اصلا دسم وخفيف في نفس الوقت. ده جماله ده. انا جربته يا جمال ويا جمال. هو حبيب ميه بارده بتلاقيه سريع الذوبان. لا انا هنا اعمل ميه سخنه عشان الوقت. اوكي، بس احنا قبل كده جربنا مع حضرتك. ايه للامانه، ما انا بقول لك انا هنا كده عملت لبن سريع. حلو كده، حلو. دي اهم حاجه، قلب اللحمه. لا لا ما تقلقيش، خليها بس معانا. حلو كده، حلو كده. الجبنه الكريمي بتاعتي دي مهمه جدا. سبريد. دي يا جماعه مهمه جدا وبتدي اختلاف غير عادي. طيب، وده للامانه. اوكي، بنفس المعلقه اهي اللي احنا اشتغلنا بيها عشان الناس يبقوا عارفين. انا هحط كل ايه، هحط كل العلبة. طبعا. اوكي، ما انا عاملها لايت ليه؟ عشان اخد راحتي، انا عايزها كلها. وما تخافوش يا جماعه، والله خفيفه كده، هتبقى خفيفه مش تقيله زي ما انتم متعودين. بس الاكله دي ايه، انا عامل فيها دراسه. اوكي كده. واللحمه اهي اللي حضرتك خايفه، وهنعلي كمان. للستات اللي دخلوا دلوقتي على البروجرام حلوه يا دنيا، هنحط الانجريدينتس. استاذ احمد حسين نزل لنا هنزل الطماطم عشان ايه افنش القصه. على ما يبدو انه الرجاله كلهم دخلوا على مجال الستات في الطبيخ. معانا الاستاذ حازم على التليفون. مساء الخير يا استاذ. مساء الخير حضرتك. الحمد لله الحمد لله. حضرتك من اي من اي محافظه؟ من القاهره ولا فين؟ القاهره يا فندم، قضايا القبه. يا اهلا، انت بتطبخ؟ انا بس كنت عايز اقول له معلومه مهمه قوي في موضوع البشاميل. تحت امر. شيف معتز. تحت امر. موضوع البشاميل ده ساعات بيعمل مشاكل كتير في الاسره. ما بين الزوج الدرجه دي يا لهوي، يعني ممكن توصل لمرحله الطلاق لو لا 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 لا. احنا هنا اهو، احنا هنا موجودين اهو يا باشا. فارجوك ارجوك تقول لنا ازاي يتعمل البشاميل بدون كلكعه، بدون كلكعه دايب قوي، يعني تقول لي ازاي في خطوات كده. حضرتك متابع معانا صح من اول فتره؟ هراجع مع حضرتك. انا عملت الزبده سمنه افانتي وعملت معاها الدقيق لوحده، وبعمل هنا لبن مع جبنه افانتي، وهنزل وكمان نزلت معاها الكريمه اللباني لوحدها. اوكي، دلوقتي انا هتحكم في ايه في القصه دي، ان انا هبدا انزل الرو بتاعي اللي هو السمنه مع الدقيق، هنزله واحده واحده مع اللبن لما يسخن. يبقى انا كده عكست الفكره اللي الناس اصلا بتشتغلها. صحيح. وتحكمت فيها. اتحكمت فيها ازاي؟ ان انا انزل شويه واعمل واضرب شويه بالمضرب، انزل لغايه ما اوصل للقوام اللي كمان انا عايزه، لان يعني في ناس بتحبها خفيفه وفي ناس بتحبها تقيله. يبقى انا كده بالمنظر ده اتحكمت في كله، وان شاء الله ربنا ما يجيبش طلاق والدنيا تبقى حلوه وحلوه يا دنيا. ايوه بالظبط كده. شكرا يا استاذ حازم، شكرا شكرا. كل الناس بتشتكي من حكايه الكلكعه، مش انا بس، يعني حكايه الدقيق. ما انا عارف، عشان كده النهارده انا كنت قاصد، عشان كده ايه الوقت، عشان ما يسرقنيش قلت اجي. دي كده خلاص بالنسبه لي هشيلها على جنب هنا. يبقى كده العصاج بتاعي خلص. المقادير انا كل ده بوزع. نزلناها
طلعت احنا نزلنا المقادير عشان اللي داخلين جديد، تمام. اول مره بشوف انه في حاجه خاصه للدقيق مع السمنه، في حاجه خاصه لللبن مع الجبنه السبريد، واللحمه يعني طريقه جديده فعلا عشان نتحكم فيها. انا بحاول اقول للناس ازاي تتحكموا في الحاجه اللي انتوا عايزينها. مكرونه بالبشاميل، بتجيبوا مكرونه وبعد كده اللحمه المفرومه. قول لنا المقادير، حطوا لك المقادير. هنقول تاني، اللحمه المفرومه، اللحمه العصاك بتاع اللحمه المفرومه 300 جرام لحمه مفرومه او نص كيلو، معاه فصين ثوم، معاه بصل مبشوره وجزر مبشور، ولو عندك كرفس ممكن تحط عيدان الكرفس، ورق لوري وبهارات وفلفل اسود وملح وبس. تمام تمام. البشاميل عندي سمنه افانتي، وعندي كمان معاها الجبنه الكريمي اللايت او ايا كان النوع اللي انت عايزاه، بس انا بقول لكم اخترته النهارده اللايت. ده الدقيق اللي انت بتنزله مع الزبده بالظبط مع السمنه. مع السمنه. اوكي. وهتضربهم عشان خلاص. تعمل انا كده هسيب ده، انا كده هنا حطيت، هحط بس اخر حاجه جوز الطيب عشان الناس تعرف، وهروح اركب دي، هسيبها كده مش هتفرق معايا، لان انا كده عرفت الناس البشاميل بتاعي، وحطيت كريمه لباني كمان، دي مهمه جدا. حلو قوي. والملح والفلفل الاسود معانا. أوكي. لسه وقت ولا قد ايه؟ كام دقيقه معانا؟ دقيقتين. في الدقيقتين دول طيب، ايه رايك اخر حاجه هوريها بس للناس بعد اذن حضرتك. ماشي اتفضل. التركه دي مهمه جدا بالنسبه لي. التركه ان انا عايز هنا الناس ساعات بيحطوا دي كده وبعد كده يحطوا البشاميل، لا انا عايز ده يتعجن بالبشاميل، ده مهم جدا عندي. ايه يعني ايه؟ انا ما يتعجن يعني كده. هتحط ايه في؟ حطيت احط بشاميل شويه من البشاميل كده، وحطيت البشاميل الجاهز عشان ايه نوري الناس بس الرصه دي مهمه جدا. وعندي سمنه تاني. اوكي دي تدهن بيها كده، وعندي سنه زيت، الزيت ده عشان ما تلزقش. خلاص انا هرصها وخلاص. انا عايزه منك ترصها وتطلع من الميكروويف اللي هي جاهزه عشان كمان المخرج يصور. أوكي. ازاي بيطلع النتيجه الحلوه. اهو هتيجي صينيه البشاميل بالافانتي، اتعملت بالجبنه سبريد، اتعملت بالدقيق وبالسمنه الافانتي. ثانك يو. شكلها تحفه. اوكي يا استاذ طلعت، هخلي لك حبه. ها هننزل شويه كده زي ما حضرتك شايفه. اوكي. طب بيقول المخرج شلينا من اللي جاهزه ووريهم. ايوه حضرتك دي، يقولي المشاهدين عشان الوقت، وانا ايه هم شايفيني. أيوة. برضو نزلت هنا البشاميل بوريهم اهم. نزل اللحمه على واهم السباجيتي او البنه، واهم حاجه في الاخر الشغل العالي بقى ده اللي هو جبنه الشيدر. ايوه المفرومه. وفوقيها هتحط ايه؟ انا كده خلصتها، عملت كل المكونات. أوكي. عندي البشاميل وعندي اللحمه المفرومه اللي عملناها ووريناها للناس، وابتدينا نستف. اهم حاجه عندي ان انا المكرونه بتاعتي لازم اعجنها بالبشاميل عشان خاطر كل ده يبقى متجانس وتدخل على الفرن على طول، تخرج لنا بالطريقه الجميله دي. ندوق الطريقه الجميله. انا ما بحبش اللحمه، انا بحب البنه. يبقى احنا ورينا المشاهدين ازاي البشاميل ومشكلته مع الكلكع، العصاج واصله لازم نحط جزر عشان هيدي طعم، والجبن الحاجات الكريمه اللباني. حلو. الجبنه الكريمي، الجبنه الشيدر، اللبن البودره، كل ده اشتغلناه النهارده عشانكم، والافكار دي كلها بتمنى يا رب يا رب ان انتوا تكونوا ركزتوا معنا تجربوا، وهنستنى ايه حضرتك تعليقاتهم، ويا ريت بقى السيلفي بقى عشان ايه ما انساش. والله انا شايفه انه طعمها مختلف ولذيذ، وطبعا في عنده السلف اللي بيعملها دايما معتز معايا اللي هو ايه؟ افانتي.